مشاهدين قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم معنا. اليوم خرجنا نسولوا الشارع المغربي على شنو الرأي ديالهم في المحتوى اللي كنولينا كنشوفوه في الانترنت، خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي. وبزاف الناس ولاو كيخليو القرايه ديالهم وكيتبعوا القنوات ديال يوتيوب ولا تيك توك ولا غيرها من مواقع التواصل الاجتماعي. خليكم معنا باش تعرفوا اكثر. بالنسبه للموضوع اللي قلتي لي، انا ما كنعاتبش الدراري ولا الدريات، انا كنعاتب الامهات والاباء، حس التربيه هي ديال الام، حس الام راه مدرسه هي اللي كتربي ولادها، ماشي باش تبزنس فيهم فلوس صافي ودق بحال هاد الجمله غيره، ماشي باش تخدم بهم. والله ديال الامهات والاباء ما عرفتش، ولكن انا واخا ما نعرفش بدخول هادشي كيجيني ما 10 مليون من دوك هذا السيغنال اللي غتخرجهم، ماشي ليلا ونهارا، ياك ليلا ونهارا وحشومه راك تضيع دوك الاب دوك الابناء ديالنا. واخا واخا كيصور في الدار، انا ملي كتخرج مع ست المدرسه خصك تكون عندي مع ست وربع ست وثلث، ماشي بنت بيتها فين هي صاحبتي ولا عندك تصور باش تجيب الفلوس. انا اش كنقول، انا كنقول الام مدرسه هي اللي خصها تقابل ولادها، اما الابناء كيبقاو غير ضحيه. انا يلا سمعت بهم ويلا عرفتهم وما كنتش عارفاهم، ومني دابا شفت سمعت عليهم وعرفتهم ما عجبنيش الحال. الحقيقه هذا ماشي غير صالح المجتمع بصفه عامه، بان الماديات حيت الماديات لا شيء، والانسان اللي عنده شخصيه راه كيشوف الشخصيه وداك الشيء باش غادي يرجع للمجتمع. اولا غيكون يقدر شي واحد يشوف واحد النظره اخرى، نظره غير صالحه للمجتمع، غير زعما انا بالنسبه لي انا هذا ماشي. ما كتشوفيش هذه القنوات؟ مره بعض المرات فيسبوك ولا في هذه بعض المرات، ولكن ما ماشي ديما حيت الوقت ما كيسمحش للبنادم باش يبقى متبع. اختي هذا كيبان لي انا هذا موضوع فاشل، ماشي. شو الراي ديالك؟ الراي ديالي انا خص ما هادشي ما خصوش يكون حيت الماديات كتمشي وكتجي، بنادم هو خصو يكون عنده واحد الشخصيه زوينه باش يبين المجتمع ديالو، يبين الناس ديالو، المعارف ديالو، بانه راه الماديات تقدري تقلبي عليها بواحد الطريقه اخرى، ما باش تطيحي بمستواك باش توصلي للماديات لا حول ولا قوة. كلشي ولا باغي كلشي سهل، ولا باغين يديروا الماديات افضل من القراية، افضل ما باغينش يبدل واحد المجهود، ما باغينش. والله يهديهم، اش غنقول؟ الله يهديهم. هادشي لا غلط، هادشي هذا الدراري ما بقاوش من قراية، الدين في قرايتهم ولاو مقابلين على التليفونات. انا بنتي نيت دابا باش تنوضيها تاكل خاصك مشكلة معها، ولا عندهم التليفون بحال رضاها، لا حيدة ترضاها صافي ما كدوخ. لا كرفض هادشي، هادشي خرج على الولاد وخرج على الدريات، ولدرجة لأن الولاد ما بقوش كيحترموا والديهم، ولاو كيشوفوا شي حوايج اللي ولا بحال كيفقهم على والديهم. لا غلط غلط غلط، أكبر غلط هو هذا، لأن الدرية اللي تبعت هذاك الشيء مشات القراية، مشى كل شيء، مشات التربية، مشى كل شيء، كل شيء مشى. ولو توصل المليار هذاك الشيء كلشي كيرجع للتربيه. التربيه ملي غتولي بنادم كيشوف الماديات ما بقاش تربيه. هي دابا راه عدد ديال الناس، عدد ديال الشباب متبعين هادشي هذا، ما بقاوش مدينا كاع في والديهم، لا يعاونوا والديهم في المحل لا والو، مقابلين على داك الشيء. لا شي مره ولا جوج اللي شفتهم ما تليش باغي نشوف داك الشيء، هذاك الشيء كيضرني في راسي صراحه والله. خاصهم يقراوا في الحقيقه، وخاصهم يجتهدوا باش يوقفوا على رجليهم، ثاني يبقاو معولين على اليوتيوب راه هو غلط كبير. الله يهدي ما خلق، اش نقول؟ خاص ولادهم يقراو، خاصهم يقراو، يعتمدوا على روسهم ويطلعوا على الصح، ما غاديش يبقاو معتمدين على اليوتيوب وعلى لا ما نخليش يخلي قرايته هي الاولى. كاينين بزاف منهم خايب هذاك الشيء خايب باش ينجح. لا غلط، داك الشيء ما مزيانش، هذا الشيء اللي كيديروا باش يربحوا الفلوس وباش. وفي الواقع التطور التكنولوجي اللي واصل الان والربح السهل اللي ما تيطلبش يعني مجهود فكري والسياسة يعني والعمل الرقمي، لأن الآن كل شيء رقمي، كل شيء قدام في الأورديناتور، تتوصل لأي هدف بغيتي
يكفي انك تكون على علم بهذا التطور التكنولوجي باش تحقق المبتغى ديالك، على اساس ان نطلب من العمل ديالك يكون عنده هدف، يكون عنده فائده للمتلقي. لا صحيح، ولكن هنا كاينه المراقبه، كاين الهيئات المتخصصه في المراقبه ديال ما يداع وما يروج، هي اللي عندها السلطه باش توقف، لان كيف ما تنسمح لك تعمل انت يعني عندك الحق كذلك باش نمنعك، باش نمنعك من ترويج اشياء لا اخلاقيه. هذا هو اللي اذا الدور ديال المراقبه والهيئات المراقبه انت، لان كاين قيود، كاين قيود يجب ان تحترم، كاين شروط يجب ان تحترم. اذا ما احترمتيش هذيك القيود وما احترمتيش هذيك الشروط وكان العمل ديالك مخل بالاخلاق لا وبالبحث عن الربح باي وسيله لا اخلاقيه خاصه، اذا يعني الهيئات المكلفه واش غادي نقول لك؟ الاباء الا كانوا خصهم يكونوا قدوه انت، قدوه لابنائهم، اذا كانوا تيشجعوا على هذه الاشياء هذه راه حقيقه راه هما ليسوا اهلا لوظيفه الاب. الاب هو مرشد وموجه. وراي برايي بصفه عامه تيك توك الا كانت فيه حاجه زوينه كتفيد الشباب والمجتمع بحال شي مواضيع ثقافيه بحال شي حاجه ديال هذه ماشي مشكل ندعموها، ولكن بحال ديك التفاهات ديال تيك توك وحده عريانه كدير الحرام كتبين لنا في الجسم ديالها نبقاو ندعموها، كنظن داك الشيء ما مزيانش، ما خصناش ندعموا بحال هاد الشيء. حتى اللي كيتفرجوا ما خصهمش يتفرجوا، ما خصو اصلا اللي كيتفرجوا راه هما اللي كيدسروا هذوك، هما اللي كيديروا ابوني وداك المسائل كيدعموهم راه هما اللي كيدسروا، حتى هما كيديو الاثم. لا غلط غلط كبير، هذوك ماشي قدوه، هذوك ما تاخذهمش قدوه، وسير قرا ودير شي حاجه اللي زوينه اللي غتنفعك في حياتك، شي فلوس ديال الحلال علاش غتشد هذوك التفاهات هذوك؟ بالعكس مشي قرا ولي محامي ولي قاضي ولي شي حاجه زوينه استاذ، حاجه اللي غتفيد المجتمع، شي حاجه اللي غيتزاد بها في الدنيا وفي الاخره، ما باش يمشي يدير داك التخربيق ما. وكنظن والديه الا كان باقي صغير ما خصهم ينصحوه، ما يديرش داك التفاهات، كيحرصوا على وليداتهم يقراو ويديروا لهم طريمو، ديروا شي حاجه اللي غتفيدهم في الدنيا وفي الاخره، الوليدات راه مسؤوليه عندنا، فهمتي؟ ما بحال داك التخربيق هذاك، كنظن انا تخربيق وراه كيديو عليه الاثم في الدنيا وفي الاخره. وحتى اللي كيتفرج انا كنتحمل المسؤوليه، داك التيك توك انا ضده الصراحه، ماشي ضده بصفه عامه، في هذا الجانب هذا وحده كتجي تعرى وانت واش ما عمرك هذيك بعدا ما عرفتش اختيش من وجع عندها واش من اخلاق عندهم. والله الا كنتعجب انا بالله، كنتعجب انا كنظن مثلا اختي ولا بنتي ولا مرتي دير داك الفلاش ما نحملش راسي، وحده جالسه معريه كتبين في اللحم ديال الجامعه هذيك غتموت، غيبقاو الذنوب يدخلوا عليها كل ما شاد داك الفيديو. وانت هذاك اللي قلت لك شوف، وانت هذاك اللي كيدير لك، وكان حتى واحد ما كيتفرج ليه ما نظنش غتزعم بحال كنزعموهم حنا، فهمتي كيفاش؟ والله يهدي ما خلق هذا ما كان. هو انا الناس اللي كيديروا روتين اليومي و يعني بحال قلتي كيشوفوا اسهل طريقه، يعني انا نقولها بالمصطلح هذا يعني بنادم فنيان، يعني وليد يمشي يقلب على راسو ويمشي يقلب على شي خدمه يعني مثلا اللي غادي يشمر فيها على ذا كما كنقولوا كيلكو سو، ماشي بالشرط يعني سواء كانت بالديبلوم لا بلا ديبلوم، يعني سميتو اليوم يضرب تماره كيمشي يقلب على الطريقه السهله كيولي يدخل داك الشيء في النهار اللي لا نجيني واقيلا الشهر كامل وما كيدخلوش، يعني سو كيف. وعاد غنشير لواحد القوس مهم، العيالات بالتحديد اللي كيديروا روتين اليومي انا بور مو هذوك شغادي نقول لك، بيع الجسد ديالهم بطريقه غير مباشره بحال كيقول يعني بحال سمعتوا بحال من النوع اللي كيقلبوا على السوا هذا واللي كيقلبوا على يعني بنادم يعني ما بقى كيهمو لا شرف لا عائله، يعني بوغ مو هاد الناس هادو انا بوغ مو كشخصي بدون شرف، يعني الناس يعني كتقلب غير على اسهل طريقه بالربح، المهم هو الفلوس، فين هي القيمه ديالي؟ فين هي الكرامه ديالي؟ فين هي الانسانيه ديالي؟ انا بنفسي شخصيا ما رضيتش بشحال من خدمه، علاش؟ اللي غادي يتهم فيها الكرامه ديالي، يعني كرامتي راه فوق من كل شيء، الكرامه راه كتسبق الخبز، تقدر انك سميتو تموت بالجوع بزاف الحوايج، ولكن انا سميتو هذاك الشيء كرامتك فين هي؟ شغادي نقول لك فاش كتوصل لواحد السن بعدا يعني اللي هو كتفوت 18 عام راه بحال حتى كتولي مسؤول على راسك، يعني الا جينا من رأي القانون راه ديجا راك صافي راك وليتي ادلت، يعني حتى الا جينا في هذاك الشيء غيقول لك يعني ما بقيتش محسوب على والديك، ولكن الا جينا من الرأي الانساني هنا الوالد خصهم احسن حاجه هي التربيه.
يعني خصو يتم توجيه الولد احسن توجيه. وانا بنفسي يعني لو انني مثلا كون كان والدي غير طالقيني وداك الشيء حتى انا كنكون كندير التحسن اللي بغيت، حتى انا كون كنبطل قرايتي مثلا وكنمشي لي تيغا وكنمشي كندير فوضى في تيغا، ولكن الحمد لله ربيت احسن تربيه. وكنقول ربما هذاك الضغط ديال الوالدين دابا هذا وصلت يعني دابا هذا عرفت لافونتاج ديالو، هو لان خلاني انا سميتو خلاني في هذا النهار هذا في هذا اليوم المبارك كنتلاقى مع صحافه بحالكم وكنهضر بهذه الطريقه هذه. كنت نقدر نكون مثلا كنهضر يعني بطريقه ديال واحد ديال طريقه زنقاويه وداك الشيء، ولكن اي موضوع اي شرط تعطاني كنعرف كيفاش ندافع، اي موضوع اي راي تعطاني كنعرف كيفاش ندافع عليه بالادله وبالبراهين وبكل موضوعيه. وكيقول لك النقاش ولا يفسد في الود قضيه، وي بيان سيغ، وهادشي كنشوفو في اليوتيوب كل نهار، ومن بينهم وحده معروفه تبارك الله مع الدايره سميتو واحد الاسم سميتها فاتي فاتي كلها غليظه يعني سميتو. اذا على حسب الاشكاليه دابا فين هو هذا المنظار؟ هادشي اللي كنت يعني بحال واقيلا انا على ما اظن يعني بحال كتعطي المنظار غير البورسونتاج ديالو غير باش يغطي عيني، كاين مو واقيلا غير باش يتقهوى وداك الشيء. حيت انا بوغ مو هادو اللي كيدير بهاد الشيء هذا ما عندهم كيما قلت لا دين لا اصل لا شرف وما عندهمش حتى راجل، راجل عطيه باش يتقهوى واقيلا وباش يكمل باش يشرب مع صحابه، وديك الساعه يخلي لها الدار واقيلا كامله دير روتيني اليومي تجيب لي صور معاه ودير كل شيء ديك الساعه. ونفس شوف فين باش نرجعوا حتى الشريعه الاسلاميه، واخا انا يعني فاش كنبغي نناقش واحد القضيه يعني فاش غنناقشوا اي قضيه كنحاول اني نستدرجوها بطريقه فلسفيه، يعني كنحاول ما نيفيتي ندخل القران ولا شيء. الشريعه الاسلاميه فين هو الدين ديالنا؟ ديننا اللي خلينا اياه لا افراط ولا تفريط، راه وجعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. سيدي ماشي مشكل لبسي كيف ما بغيتي، بغيتي ديري زيد ما ديريش، ولكن على الاقل يكون واحد اللباس اليوم محترم تهلاي لا في راسك، ديري تجميل ما كاينش اللي حبسك، ولكن باش غديري يعني غتولي اذا على الحساب يعني بنادم بحال شاف هذيك حريه التعبير عن الراي وحريه يعني مثلا ندير كيف ما بغى خداها نيجاتيف ومشى وجهها في ذاك الاتجاه، حريه ندير اللي بغيت يعني ندير اللي بغيت نتعرى ما كاينش اللي يهضر معايا سميتو نوري مثلا الجسد ديالي للرجال اللي مغير راجي مثلا يعني ما كاينش يهضر معايا. بنادم يعني انتربريت هذيك الحريه بشكل يعني سميتو بشكل اللي غيفيد المصالح ديال الشخصيه. الحريه هي بحال قلتي عنده هي السيبه، لا هذه ماشي حريه، هذه كتعتبر شي حاجه اخرى. مشاهدينا رجعنا لكم مرة أخرى، كيف ما شفتوا كانت هذه آراء الشارع الكازاوي، بزاف منهم استنكروا الموضوع، بزاف منهم كيرجعوا المسؤولية للوالدين. نتوما شنو الرأي ديالكم؟ خليوه في التعليق. شكرا لكم. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.